احسن شيء نعطيه. يعني قلت له يقدم لنا تمرين مثل هذا يعني منهجيا على الطالب ان يقسم النص الى جمل ولو لم يطلب منه تقسيم النص الى جمل، ثم بعد ذلك يعود الى الجمل جمله جمله، فكلما وجد فعلا متعديا يبنيه الى مجهول، واذا كان الفعل لازما فيمر مرور الكرام وبذلك يربح الوقت. فدائما تقسيم النص الى جمل من شأنه ان ييسر العمل ويجعل الاجابه سهله والتعامل مع التمرين تعاملا يسيرا. تقسيم النص الى جمل حتى كما قلت لو لم يطلب منا ذلك. اذا صاحب الكتاب الجرومية انتهى من في المرفوعات، ما زال مع المرفوعات، انتهى من الفاعل وانتهى من نائب الفاعل، مر بعد ذلك الى المبتدا والخبر. بعد ذلك مر للمبتدا والخبر. نسخه فيها صفحه 53. يقول باب المبتدا والخبر. اذا ما علاقه هذا الباب بما فات؟ ما هي العلاقه؟ الأسماء المرفوعة. لا، الأسماء المرفوعة لأنه قسم طريقة تقسيم الأبواب، قسم الأبواب إلى مرفوعات ومنصوبات ومجهورات. عندما عاد إلى أبواب النحو وجد هو تقسيم للزمخشري، هو الذي وضعه، حيث وضع المرفوعات في باب والمنصوبات في باب والمجهورات فهو يتبع هذا التقسيم. فباب المرفوعات وجد فيه الفاعل فتناول الفاعل، ثم انتقل إلى نائب الفاعل، ثم انتقل بعد ذلك إلى المبتدأ والخبر لأن كليهما مرفوع، فقال باب المبتدأ والخبر. إذا فعلاقة هذا الباب بما قبله أن هذا الباب أيضا من المرفوعات، من المرفوعات. فقال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية. هذا تعريفه هو للمبتدا. المبتدا قال عنه هو الاسم للتعريف. الاسم هو الاسم المرفوع العادي. إذا هو الاسم، أولا إنه هو اسم، فالمبتدأ اسم، إذا ليس بفعل وليس بحرف. فهذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. ما معنى صريح؟ تقول مثلا محمد رسولنا، ايضا دائما عندما نطالب ويطلب منا الاعراب اول عمل تقوم به هو انك تبين نوع الجمله قبل اي شيء. حاضر. فهذه جمله اسميه، المبتدا محمد وهو اسم صريح ظاهر يعني واضح. هناك اسم غير صريح كما في قوله تعالى
وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم. هذه الجملة تتكون أيضا من مبتدأ وخبر. مبتدأ وهذا خبر. لكن أن تصوموا ليس باسم صريح، هو اسمه المؤول. مما يتكون؟ يتكون من حرف موصول مع صلته. والحرف الموصول مع الصلة يعطيني مركب موصولي، حرفي. قلت حرف موصول، حرف موصول. أنا أنا أنا. نذكر الحروف الموصولة هي أن، ونقول أن ليست إن. إن ذيك الشرطية، هي أن. أن أيضا هي حرف موصول، في نفس الوقت هي نسخ. لما نوصل للنواسخ مش هنقول أن هي النواسخ، هي كالعملة النقدية عندها وجه وعندها قفاء. وجهها مربع حرف موصول وقفاها نسخ. لو كان ما هذه حروف موصولة، هذه حروف موصولة. الحرف الموصول يحتاج إلى صلة. لا أستطيع أن تقول ينبغي أن، لا تصل أن. هذه اسم حرف موصول مبهم يحتاج إلى صلة. مهمة الصلة إيه؟ هي التوضيح. دي مش توضح. يجب أن، لا أعرف من ويجب. فتقول أن أحضر في الوقت. فأحضر في الوقت، هالصلة هذه جاءت لترفع الإبهام عن ذلك الحرف. إذن فمهمة الحرف الموصول مع الصلة، أو الحرف الموصول مع الصلة، دائما يؤولان بمصدر أو يقولان إلى مصدر. أن تصوموا صومكم. كأنه قال وصومكم خير لكم. صومكم. لكن صومكم ما جاش صريح، لا، جاء عن طريق حرف موصول وصلة. فهذا نسميه اسم غير صريح. فالمبتدأ إما أن يكون اسما صريحا، زيد قائم، وإما أن يكون مؤولا، كأن يكون مركب موصولي حرفي. أن تحضر في الوقت مطلوب، أي حضورك في الوقت مطلوب. لكن عوضا يقول لك حضورك، لا، يستعمل حرف موصول وصلة. إذا فالمبتدا وهذا الاسم اللي قال عنه اسم هنا، هذا الاسم نوعان، صريح وغير مؤول. نعم، أو صريح وغير صريح. في الصريح هذا المثال، وغير الصريح ناخذ هذا المثال. سيدي حتى في الصريح يكون مرفوع. أي نحن لم نصل بعد للشرط هذا، أما يجب أن يكون اسما. يجب أن يكون اسما. ثم بعد لابد أن يكون مرفوعا. لابد أن يكون مرفوعا. محمد لابد أن يكون مرفوعا. أن تصوموا هنا تقول لي أين الرفع؟ هو في محل رفع. هو في محل رفع. أن حرف موصول، وتصوموا صلته، وأن مع صلته في محل رفع مبتدأ. نحب نعرف أن حرف موصول، تصوم صلته، والمركب الموصولي هذا، كل هذا المركب الموصولي في محل رفع مبتدأ. في محل رفع مبتدأ. يعني لو طلب مني مثلا أن أحلل هذه الجملة، أن تصوموا خير لكم،
ولا هي جملة اسمية؟ أنت صوم مبتدأ خير لكم خبر. المبتدأ هنا ورد مركب موصول حرفي. هذا في المستوى الأول. في المستوى الثاني أن نقول حرف موصول. تصوم صلته، وكل صلة كل صلة مركب أسنانية، يلزم تكون مركب أسنانية عليها، مركب أسنانية بقى يا فعلي يا اسم. مركب أسنانية هنا جات فعلي. كنت عدى المستوى الثالث تصوم فعل والواو فعل. إذا أن تصوم في نهاية الأمر هو مبتدأ، لكن لم يرد اسما صريحا، جاء اسما مؤولا. إذا نعود للتعريف، هو الاسم كما قلنا الاسم نوعان صريح ومؤول. المرفوع هذا شرط لا نتنازل عنه، لا يتنازل عنه المبتدا، يجب ان يكون المبتدا مرفوعا اما لفظا او محلا، اما يكون لفظه والا المحل بتاعه، لانه ساعات تدخل عليه عوامل. تقول ما من اله الا الله، ما من إله إلا الله، الجملة دي فعلية ولا اسمية؟ اسمية. اسمية. لا يوجد فيها فعل. أبدا. الماء هنا نافية. حرف نفي. أي مبتدأ؟ من إله. هذا أي مبتدأ. وهذا الخطأ. طيب، هاو جاء مرفوع، جاء مجرور إله. لأنه دخل عليه حرف شر، سمى حرف جر زيد. فتقول من إله، من إله، مركب الجر هذا في محل إيه؟ في محل رفع، ومبتدأ مرفوع بضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من إله مبتدأ في محل رفع، هذا الرفع ما الذي منع من ظهوره؟ حرف الجر الزائد. نعم، لان اصل الجمله لو كان في غير القران كان يقول ما اله الا الله، هذه الجمله اصلها ما اله الا الله، لكن قال ما من اله. المن هنا جاءت لتؤكد النفي الموجوده في ما. ما